ليش عم تصوروا؟ بلشت من المهنة بسنة 2000، سكنت بدمار. دمار البلد أنا سكنت فيه 10 سنين. دمار البلد كان في 2 يبيعوا بوشار، إيه كنت أطلع فيهم وقول لي الله هاد شو مية يعني شو. سبحان الله رحنا قررنا نشتغل على الشغلة، رحنا اشترينا عرباي وبلشنا شغل، والحمد لله كلا بيقولوا كانت رزقتها كيسي يعني، الحمد لله بالنسبة له إنه أحسن من بلشين. وبلشنا شغل والحمد لله رب العالمين، والله كلا بيقولوا يسر معنا. ولي هلا فيها 20 سنة، يوم ما ببيع فيه بوشار انا ما برتاح. ليه؟ سبحان الله يعني صارت مني روتين يومي عنده. حدا ما بيحب مهنته يعني، جيت على المزي قررت اني اترك الشغل البوشار يعني الصراحه يعني، قلت بدي افتح محل واقعد فيه. فتحت المحل وجبت العرباي معي، ما فيني تركتهم. ايه لقيت شغل العرباي احسن بالمحل كبدايه يعني، لقيت العرباي احسن، سكرت المحل ورجعت على البوشار. ماني مفكر اتركها حتى اروح على القبر يعني. لا مو يعني سبحان الله بدمي. انا بيع بوشار للاولاد للكبار للصغار يعني، البوشار ما بحس انه شغلي يعني، بحسه يعني لكنك ما تشتري يعني، الولد يعني بلاقي بيستمتع ما بعرف شو بلاقي فيها يعني. يعني انا اولادي ماني بيع بوشار يعني، بياكلوا مني بيروحوا يشتروا مني كم بوشار. الولد بينبسط بيفرح يعني، وبنفس الاسعار يعني اسعارهم يعني ماني يعني ما اسعاري انا شفتي 50 و100 يعني لسه ما نبيع باسعار بهالوقت هذا منيحه يعني. ما بيهرب من المدرسه. لا ما في هربان. انت بتشوفهم تراقبهم اذا بيهربوا؟ انا يعني حتى ماني موقف يوم المدرسه ما عم يهربوا من المدرسه. لا يعني مش من لبسه للمدرسه شغله يعني. اذا ابني ما اشتغل عليها يعني، ابني له ضعف، كل واحد بيتمنى لابنه يتعلم ويصير ويكبر يعني. على الايام اذا ما بتركها عندي ذكرى بالبيت. ذكرى يا اخي ذكرى، هاي شو مثل ما بيقولوا سبره، سبر الوظيفي. الغنيه هي بنحطها لان هي الغنيه اصلع البوشور يعني، هي الغنايه يعني مثل ما بيقولوا العالم تعودت على غنايه تطير وفرقع يا بوشور، وكل عمرهم كل بيع البوشور بيحطوا نفس الغنايه تطير وفرقع يا بوشور. اي واحد ماشي مشغل سياره مشغل شيء بيحط اغاني، اما غنايه تطير وفرقع يا بوشور معناتها البياع البوشور على الطريق. بطبخ كل طبخه بطبختها، كل قليه بقليتها، ما اطبخ الثاني لا تخلص الاولاني، منشان ما البوشار مي خصوصا بالوقت البرد لما البوشار بيطوي بيصفي يعلق ما عاد ينباع. بيجي قبل ما يحلوا الطلاب بنص ساعه بطبخ وبعبي باكياس مشان زحمه الطلاب يعني، مشان هلا اذا ما فيك تعبي وتبيع فبعبي انا باكياس وبجهز حله الطلاب، بحله الطلاب يكونوا جاهزين. هاي المهنة مطعمينا لقمة حلال يعني، الحمد لله رب العالمين رزقنا أولادي بياكلوا لقمة حلال. بالإضافة تعرف أنا الحمد لله عندي وظيفة يعني، بس تعرف الراتب ما بيكفي، فشو ما دخلنا بعد الدوام نعمة كريم. هدول أجوا من تعب من شغل من رزق، هاي بكلا بيقولوا رزق رب العالمين، فأجوا يعني أجوا من تعب يعني من تعب الواحد. العرباي هي يا اخي الا نكهتها الخاصه يا اخي. عتيقه؟ ها؟ عتيقه؟ مو انه عتيقه هم. تطلع فيها الحب بطعمتها غير يا اخي. وانا مهني الي فيها الحمد لله 20 سنه، الحمد لله والله يعطينا العمر نضل فيها هسه 20 ثاني. يا بوشار طير وفرقع يا بوشار، ما بيصير اكثر مصار، ما بيصير اكثر مصار، حبيبي قلبه فرقع مثل حبه البوشار. يا ريتني جناين زهر كنت بقدم لك بقى، وبتبقى من شهر لشهر وهي ميت. فضلوا قلوا بوشار، احنا طالعين على البيت.
عقلنا يا رب.